امبارح كان اختتام لوقائع القمة العربية رقم 32 في جدة المملكة العربية السعودية، وطبعا بمشاركة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. طيب الطاولة العربية، ماذا شهدت الطاولة العربية؟ شهدت الحقيقة مجموعة هامة جدا، من بينها قضيتنا المركزية فلسطين، من بينها الأزمة السودانية الراهنة، من بينها الأوضاع في اليمن، أيضا ما يحدث في ليبيا ولبنان، وبالقطع عودة سوريا للجامعة بعد 12 سنة. عودة سوريا للجامعة، الحمد لله على السلامة. طيب إلى جانب تداعيات بالفعل طبعا بحكم الأوضاع الدولية، الأزمة الروسية الأوكرانية، الرئيس الأوكراني زيلانسكي حضر القمة، بوتين فلاديمير بوتين الرئيس الروسي وجه رسالة شديدة الأهمية للقادة العرب خلال هذه القمة. القمة دي اعتمدت قراراتها فيما يسمى بإعلان جدة. طيب خلونا نحاول قدر الإمكان نجمع أو نعمل عملية جمع وحصاد لهذه القمة العربية مع الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ العزب الطيب الطاهر، مدير تحرير الأهرام والمتخصص في الشؤون العربية. إزاي حضرتك يا فندم؟ أهلا بيك. إزاي الحال؟ كله تمام؟ تمام بعون الله سبحانه وتعالى إن شاء الله. كيف نحصد القمة العربية أو نعمل حصاد لقرارات القمة العربية تحت عنوان إعلان جدة؟ يعني في البداية دعني أشير أن هذه القمة رغم أنها يعني تعقد بشكل دوري وعقدت بشكل دوري في العاصمة في جدة المدينة السعودية، لكنها اتسمت بمجموعة من العناصر التي يمكن وصفها بأنها قمة استثنائية في مسار القمم العربية، أو واحدة نقول بالأحرى من القمم الاستثنائية. لدينا قمم استثنائية كثيرة في النظام الإقليمي العربي، بدءا من قمة 64 عندما جاء عبد الناصر زعماء العرب لمواجهة الأخطار الصهيونية، ثم قمة 67، ثم قمة فاس في ثمانينات القرن الماضي أو بداية التسعينات، ثم قمة القاهرة لمواجهة الغزو العراقي للكويت. وهذه القمة تشكل واحدة من القمم الاستثنائية في النظام الإقليمي العربي. لماذا ذلك؟ لأنها عقدت أولا كمية العدد بعد حوالي 12 عاما من تجميد عضوية سوريا، وعادت سوريا للجامعة العربية، فبات الطريق مهيئا لمشاركة الرئيس بشار الأسد في هذه القمة. ثانيا أنها عقدت وسط مصالحات عربية بينية بدأت في منذ أكثر من عامين في قمة العليا الخليجية في السعودية، ثم تمددت حتى وصلنا إلى آخر مصالحة وهي مصالحة قطر والبحرين، يعني قبل فترة وجيزة من انعقاد هذه القمة، ومن قبل الإمارات والقطر، ثم مصر وقطر. ثم البعد الثالث، هناك أجواء إقليمية مواتية أبرزها التقارب المصري التركي، وهما أحرص أيضا نوعا من التوازن في البنية الإقليمية. ثم جاء التطور المهم المتمثل في الاتفاق السعودي الإيراني، والذي قلب كثيرا من المعادلات في الإقليم وشكل اختراقا لكثير من الاحتقانات، والتي أدت فيما بعد إلى ما جرى فيما بين دمشق والرياض، وأيضا حلحلة الأمور، أقول حلحلة الأمور وليس إنهاءها في اليمن. ثم ما رأيناه من توافق هذا البعد الرابع، توافق في المنظور العربي في التوافق بين الدول العربية لإعادة تفعيل الدور العربي في التعامل مع الأزمات العربية، وهي قناعة للإنصاف بدأت مع قمة الجزائر التي عقدت في نوفمبر الماضي، وهذه القمة كرست هذا الشعور القوي بتنامي بأهمية وتنمية ودفع الفاعلية العربية نحو التعامل مع الأزمات العربية، لأن العرب في حقيقة الأمر غابوا أو بالأحرى غيبوا عن الأزمات العربية خلال العشرية الماضية، فترك ذلك مساحة من فراغ استطاعت أطراف إقليمية ودولية أن تسده، وللأسف لم يكن في صالح هذه الأزمات ولكنه فاقم منها، وهو ما جعل الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس يتكلم عن أهمية وقف التدخلات الخارجية في أزمات الإقليم لأنها فاقمت من هذه الأزمات، ودعا أيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا السياق لتفعيل الدور العربي في كلمته المهمة في هذه القمة. نأتي إلى إعلان جدة.
الأجندة الذي يمثل خلاصة القمة أو كما وصفتها أنت حصاد القمة وجسد التوافق، التوافق العربي بشكل ملحوظ. ربما لأول مرة في القمة العربية لم نرصد هناك تحفظا من هذا الطرف العربي أو ذاك، رأينا مشاركة فاعلة من الرئيس بشار الأسد رغم أن هناك بعض الدول العربية المتحفظة على عودة سوريا، لكنها في إطار قناعتها بأهمية توفير بيئة حاضرة للتوافق العربي لم تتقدم بملاحظات أو بتحفظات. ومن ثم مرت الأمور في هذه القمة ومن قبل في الاجتماعات الوزارية العربية التي عقدت في السابع من هذا الشهر في القاهرة، مما جعل الأمور ميسرة أمام عودة سوريا وأمام تحقيق رؤية عربية ومنظور عربي جديد للتعامل مع معطيات الإقليم وأيضا مع التحديات الدولية الخطيرة التي ربما جسدها بشكل أو بآخر وجود الرئيس الأوكراني في هذه القمة والتي أشرت إليها أنت في مقدمتك، ثم رسالة بعث بها الرئيس بوتين للقمة ومشاركة الرئيس زيلينسكي في هذه القمة، وثم سيد بوتين تؤكد أن العالم أن نظام الإقليم العربي يقف على الحياد في هذه القمة، ورأيناه هذا النظام عبر لجنة وزارية شكلها الجامعة العربية شكلها المجلس الوزاري للجامعة العربية الذي عقد فور اندلاع الأزمة بطلب من مصر، وقال تشكيل لجنة وزارية بعضوية مصر وأطراف عربية أخرى الأمين العام للجامعة العربية، وتوجه هؤلاء الوزراء إلى كل من موسكو وإلى بولندا. في موسكو التقوا بوزير الخارجية الروسي لافروف، ثم في بولندا التقوا بوزير خارجية أوكرانيا وقدموا مقترحات للحل السلمي، ولكن كما يبدو أن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا خارج نطاق السياق العربي ونطاق أطراف أخرى، لأن هناك الآن حربا حقيقية بين روسيا من جانب وبين أمريكا ودول الغرب من جانب آخر، وميدانها الرئيسي هو أوكرانيا. طيب أستاذ عزب، يعني كيف ترى أنه القمة خرجت بأنه الأزمة السودانية الراهنة بتوصيات القمة أنه يجب العمل على حلها، ولكنها باعتبارها أزمة داخلية سودانية؟ يعني تشوف هذه التوصية في أي إطار؟ أنا أشوف أراها في إطار أن هناك شعورا بالخطر داخل نظام الإقليم ولدى القادة العرب من أي تدخلات إقليمية في الوضع المتفاقم في السودان، أو تدخلات خارجية بالأحرى نجعلها يعني شاملة سواء من قبل الإقليم أو من قبل دول خارجية، لأن كما ذكرت قبل ذلك التدخلات الخارجية في أزماتنا العربية سواء في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن أثرت بالسلب ليس على هذه الأطراف فقط التي دمرت البنية السياسية إن صح التعبير والبنية الاقتصادية والاجتماعية، بل وبنية الدولة ذاتها. يعني هناك دول عربية ربما ليبيا أو اليمن أو سوريا صنفت في مرحلة ما بأنها دول فاشلة، ومن ثم يخشى القادة العرب من أي تدخل خارجي في هذه الأزمة السودانية المشتعلة منذ أكثر من شهر، وهو ما يمكن أن يقود إلى تفاقم الأزمة، بل لأن هناك بالفعل أطراف إقليمية لها ارتباطات مع هذا الطرف أو ذاك، وبالتالي الخطر المحدق بالسودان من هذه التدخلات التي ربما لم نلحظها بعد بشكل واضح، ولكنها بالتأكيد حدثت بالفعل تحت بعيدة عن الأضواء، هي ما يحذر منه القادة العرب حتى يمكن أن تودع الأزمة السودانية في سياقها الصحيح الذي يوفر أمام الدول العربية المساهمة بحلها، وخاصة أن هناك لجنة وزارية عربية قررها وزراء الخارجية العرب عندما اجتمعوا في القاهرة خلال الأسبوع القبل الماضي مشكلة من مصر والسعودية والأمين العام للجامعة العربية، وعقدت هذه اللجنة بالفعل اجتماعا على هامش قمة جدة، ولكن المأمول الآن هو في مباحثات جدة للتصديف السعودية، وهي مبادرة بالأحرى سعودية أمريكية لجمع الطرفين، وتوصل إلى اتفاق قبل أكثر من أسبوع له أبعاد إنسانية، واليوم من المرتقب خلال يعني وقت قصير الإعلان عن هدنة إنسانية لمدة 10 سنوات، وذلك لتهيئة الأجواء نحو اتفاق وقف إطلاق نار مستدام. وهنا
ما هو ده يخلي كله من اي تدخل سواء اقليمي او دولي. طب ده يخلينا برضو نقعد، ممكن هفكر مع حضرتك بصوت عالي، انه احنا بنتكلم على المباحثات او مباحثات جدة المتعلقة بالأزمة السودانية الراهنة، هل من الممكن انه هذه المباحثات تنجح في حال عدم الالتزام؟ وعدم الالتزام واضح، يعني احنا كل يوم 3-4 اخبار على عدم الالتزام بوقف اطلاق النار. ازاي انا قاعد على طاولة الحوار والتباحث لإيجاد حل سلمي لهذه الأزمة وفي نفس الوقت لسه في ضرب في المدن السودانية؟ لا، أنا أود أن أشير فقط إلى أن ما يجري في جدة الآن أو منذ حوالي 10 أيام أو أكثر أو أقل هو لدفع الطرفين لاتفاق إنساني، اتفاق إنساني، وتم بالفعل الإعلان عن هذا الاتفاق تحت ما يسمى بإعلان جدة أيضا لتمهيد الطريق أمام إرسال المساعدات الإنسانية وفتح ممرات أمن أمام المدنيين حتى يتم إبعادهم عن المعارك. لكن لم يتم التباحث بشكل واضح ومحدد على اتفاق وقف إطلاق نار ومستدام، والردة الإنسانية أيضا التي سوف يتم إعلانها يعني خلال وقت وجيز من اليوم أو قد يكون قد تم الإعلان عنها بالفعل في خلال الفترة الماضية هي أيضا ذات أبعاد إنسانية، ولكن هذه الهدنة الإنسانية إن صح التعبير تهدف إلى دفع الطرفين إلى الاقتناع بالتفاوض الجاد والحقيقي بوقف إطلاق النار، يدفع بالأمور إلى التهدئة العسكرية وإلى أن يتم سحب القوات التي تتداخل مع المواطنين السودانيين في أحيائهم الشعبية ومساكنهم وأماكن خدماتهم والمستشفيات، والتي تحولتها على سبيل المثال قوات ما يسمى بالدعم السريع إلى مناطق عسكرية لها وهي تحتنى بها، وهو ما يجعل ربما الجيش السوداني كما أعلن مسؤوله أكثر مرة أنه لم يتدخل بشكل حاد وصارم لأنه يحافظ على المدنيين. صحيح. ومن هنا تظل الإشكالية كبرى في السودان، نحتاج إلى عقلانية، نحتاج إلى، لأن أنا يعني هذه الحرب بالذات دفعتني لأن أتساءل ما الذي جرى للشخصية السودانية التي نعرف عنها الخلق الدمس الهدوء عدم القابلية للاستفزاز، والآن نجد قوات يعني شكلت بشكل أو بآخر وأصبحت جزء من المنظومة العسكرية في السودان تدخل في حرب، بل وتبدأ هي الحرب ضد القوات المسلحة، ونرى قتالا عنيفا رأينا نتائجه في عشرات الألوف من النازحين في الداخل واللاجئين في الخارج، ثم أوضاع متدنية تدمر مستشفيات. دي مسألة شديدة الصعوبة، ويمكن كان أشار إليها الفريق أول عبد الفتاح البرهان في حواره مع قناة القاهرة سابقا على رؤيته لاستقرار الأوضاع للسودان، والحقيقة أنه وضح في أكثر من مرة داخل نفس ذات الحوار أنه حتى تستقر الأوضاع يجب الالتزام من قبل قوات الدعم السريع على حسب كلامه. أنا بشكرك جدا الأستاذ العزب طيب الطاهر كاتب الصحفي الكبير ومدير تحرير الأهرام والمتخصص في الشؤون العربية.